السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. أخوكم عبد الرحمن خالدي من قناة دحوم فور كارز. ويسعدني إخواني وأخواتي الكرام الاشتراك بالقناة، وعلشان يوصلكم كل جديد كل عليك أنك تفعل زر التنبيهات. وضيفنا على حسابي بسناب شات علشان يوصل كل جديد من أسعار السيارات وعروض السيارات. صور الشاشة وضيفني. أخوي الكرام، اليوم حلقة كذا عن أجوبة أسئلة المتابعين. طبعا قبل كم يوم نزلنا على المنتدى الخاص بقناتي على اليوتيوب، يعني بننزل عن حلقة أسئلة فاسألوا، وما شاء الله كثير من الأخوة. عموما حاولنا نختصر 25 سؤال، لكن الأخ معاذ الله يعطي العافية هو اللي قصقص الأسئلة واختار الأسئلة. والله أنا ما أدري أي شيء على الأسئلة، فبتكون نوعا ما فيها عفوية أكثر، فخلونا نبدأ. السؤال الأول من الأخ مرزوق الشمري، يقول عندي لك سؤال، هل عادي طفي السيارة وهي على وضعية الN ولا لازم أحطها على وضعية البي؟ ويعطيك العافية. طبعا بعض السيارات أو أغلب السيارات ما ترضى تطفي إلا هي على وضعية البي عشان تكون بالصورة، أو عفوا تطلع المفتاح. لكن مثلا تبي تطفيها وضعية الN ولا البي، هذا شيء راجع لك أفضل وضعية، أنك قبل أنت توقف السيارة قبل الطفية تحطها على الN، بعدين تشد الهاند بريك أو الجلنط حق السيارة، بعدين تحطها على البي وتطفيها. السؤال الثاني من الأخ فيصل عبدو راجحي، لو عندك 90,000 ريال وبتاخذ سيارة سيدان وتبغى مواصفات شبابية بتاخذ إيش؟ طبعا حط عدة خيارات، كامري، أكورد، سونات، أوبتيما. فأنت بتاخذ مواصفات شبابية أكيد أول شيء حيكون بين السوناتا والأوبتيما، بحكم أنهم هم أفضل مواصفات يقدمون لك إياه بالسعر هذا، وطبعا من السيارات الكويسة والجيدة. لكن مثلا إذا تبحث عن جودة، فمثلا عندك الأكورد والكامري خيارات ثانية تكون أفضل كجودة، مواصفات نوعا ما أقل من السيارات الثانية، فابحث عن السيارة تناسبك. الأربعة اللي ذكرتهم من السيارات الممتازة والعملية. السؤال الثالث الأخ الغامدي طبعا 707، ما هي السيارة الرأسية في الخطوط 6 سلندر، ماكسيما، كادينزا، تشارجر، أزيرا؟ أنا صراحة أشوفهم كلهم كويسات أمانة. أنا جربت الأزيرا ممتازة، جربت الكادينزا برضو ممتازة، والماكسيما صراحة ما جربتها لكن كل اللي استخدموها أثنوا عليها، والتشارجر ما يحتاج برضو ممتازة. فالأفضل خيار أنك أنت تروح تسوقها، لكن أنا أشوف برضو ممكن التشارجر بحكم أنها دفع خلفي تكون أفضل كرساوة. انتقل إلى هادي. الأخ هادي يسأل، إيش أفضل كادينزا 2020 ولا أفرون 2020؟ أتمنى الرد متابعك. طبعا أنا صراحة أشوف الأفرون أكيد أفضل، لكن السعر غالي. إذا باستطاعتك تشتري أفرون فأكيد اختار أفرون، لكن مثلا محتاج أنك تأخذ سلفة كبيرة أو تحتد على أفرون، لا ممكن تأخذ كادينزا وتحافظ عليها وتعيش معك فترة أطول. السؤال من الأخ ريلاكس، طبعا السؤال الخامس، وش أفضل سيارة بفئة الأفرون؟ طبعا أفضل سيارة بفئة الأفرون نتكلم عن الأفرون تورس، عندك الماكسيما، الأزيرا، الكادينزا، هذه كلها سيارات كويسة. أنت تختار السيارة المناسبة لك، لأنك الوحدة تحتوي على مواصفات ومميزات خاصة فيها، منها الأفضل شكل، منها كأفضل مواصفات، منها كأفضل السعر، فكل وحدة لها ميزات. أهم شيء حافظ على السيارة. وش تفضل، لكزس ولا مرسيدس من ناحية الجودة والعملية والفخامة؟ صراحة كلهم أصحاب جودة عالية وفخامة وكل شيء، لكن كأسواق المملكة العربية السعودية ودول الخليج بشكل عام، اللكزس مرغوبة بحكم أنها عملية أكثر، مع أني أشوف في بعض الفئات أتفوقت فيها مرسيدس، زي مثلا الإس كلاس. حاليا أشوف الإس كلاس منتشر أكثر من الإس اللكزس. ننتقل إلى الأخ الدوسري المزيون، من وجهة نظرك وش أفضل سيارة أمتلكها من ناحية الرساوة على الخط؟ على حسب فلوسك كم معك، 400,000 طق يخت، طق بي ام دبليو، والله معك 100,000. أنا صراحة أشوف الأزيرة مثلا كتنزل من السيارات الكويسة، فعلى حسب فلوسك. سؤالك كذا داخل في شيء عميق. ننتقل إلى تاج الدين، يسعد أوقاتك، سؤال عن غير السي في تي، اسمه أنه ما كويس وليه سلبيات، ممكن تشرح مختصر عنه وعن عيوبه؟ وشكرا وحاط القلب، والله يعطيك العافية أخو تاج الدين. الغير السي في تي طبعا هو من الجير المتطورة حاليا، سرعة واحدة يسمونه عشان يعطيك صرفية بنزين أفضل وتسارع أفضل. ما كويس وسلبيات لأنه كان الجير جديد على السوق، وكان ما حد يعرف عن الجير وإصلاحاته وإلى آخره، وما حد يعرف يحافظ عليه إلى آخره، وكان لسه جديد يعني، فكان له سلبيات. وطبعا من شركة لشركة يختلف السي في تي على فكرة، في بعض الشركات السي في تي عندهم ناجح 100%،
والعيوب حقته صراحة حسب ما عرفنا كل 40,000 لازم تغيير الزيت ومحافظة عليه وما تزرع عليه كثير، هذا اللي أفهم اللي أعرفه. طيب نايف، أخ نايف، هل تشوف في العشر سنوات المقبلة شركات سيارات عربية؟ 10 سنوات أتوقع لا، لسه ممكن نشوف شركة بدأت لكن نشوفها بالشوارع منتشرة لا لسه، لأن في شركات كورية مثلا أو صينية أو أوروبية لها 50 سنة وما انتشرت، فيبغى لها وقت. ننتقل للسؤال التاسع من الأخ حمزة يوسف، هل تتوقع أن بعد مرور السنين نشوف سيارات جديدة بس بودية حديد مثل القديم؟ والله شوف يا أخ حمزة يوسف، في معلومة عندنا خاطئة أن الحديد القوي هي السيارة كويسة، غلط. الحديد القوي يحتاج إلى صرفية بنزين أعلى بحكم أنه وزن السيارة أعلى، وبرضو اصطدامات السيارة، السيارة تحتاج إلى مرونة مثلا في البودي عشان لا قدر صار حادث ولا شيء يكون خفيف دخوله على الشخص. في بعض السيارات نشوفها جديدة، سيارات قديمة نلاقيها مصدومة بطرف الرفرف وشوي بسيطة وكل الشباب اللي فيها متكسرين، وش السبب؟ أنه ما فيها امتصاص صدمات. فهذه الفكرة، هي عيوب السيارات القديمة، ميزتها أنها في الحوادث الخفيفة ما تتأثر، هذه ميزتها. أما السيارات الجديدة حادث خفيفة والقوية تتأثر بس تحافظ على سلامة الأشخاص اللي داخل السيارة أكثر. ننتقل إلى السؤال العاشر، حسون الشمري، تحياتي لك لصراحتك. وبالنسبة لصالة السيارات، هل تم افتتاح؟ لا لسه، إن شاء الله قريبا بنفتتح بإذن الله، احتمال الأسبوع هذا واللي بعده بإذن الله، دعواتكم يا شباب. عبد الله السبيعي، أكيد السؤال 11، يقول السيارة تمتلكها أنت وبعد أول موتر استخدامته فعليا، وش تنصح بسيارة؟ تنصحني بسيارة الشباب؟ السيارة اللي تمتلكها، السيارة اللي تمتلكها أنا عندي هوندا أكورد، عندي في إكس آر هوندا أكورد 2018، في إكس آر 2019، وعندي فورد رينجر 2015. هذه السيارات اللي عندي حاليا صراحة كسيارة تستخدمها، بحكم أن البيك أب الفورد يعني محتاج سيارة البيت تكون بيك أب، أحمل عليها أروح فيها بر، وسيارة اقتصادية أروح فيها مشاويري أكيد الهوندا أكورد، وسيارة يوم أطلع مع أطفالي أو شيء لازم يكون جايب سيارة SUV أكيد الفي إكس آر. وش تنصح بسيارة الشباب؟ أول شيء على حسب، أنا صراحة يعني في شباب نصحهم بسيارة سيدان، في شباب كوبي، على حسب أنت وش رغبتك، لأن صراحة شيء محير. يعني أنت تحب الهايلوكس أو تحب الدتسن، يعني تحب الوانيت، تحب السيدان، على حسب. يعني انصح الشباب كل السيارات الكويسه، يعني واحد راعي بر يقول يا اخي ابغى بوانيت كويس تنصحني بالهيلكس، اكيد انصحك. واحد والله راعي خطوط يقول لي باخذ ازيرا، اهم شيء الرساوة عندي والمواصفات، اقول له خذ ازيرا. فالسؤال غير محدد، مش تنصح، على حسب. طبعا قبل كل شيء انا انصح الشباب سياره تكون على قد فلوسه، يعني صرفيتها حوله، يعني حول راتبه، ما يضغط نفسه الى اخره. حمزة يوسف، السؤال 12 برضو مرة ثانية، سأل ليش السيارات الأمريكية مشهورة في حال أن الموتر يسخن؟ أغلب السيارات الأمريكية أو فورد يسخن، تورس يسخن، جيبس يسخن، ليش العيب فيهم كذا؟ والله هذا هو طبعا تسخين مشهور الأمريكي، التسخين يعني صراحة مثلا عندهم أجواء باردة، ما يدققون على المصانع اللي في المملكة العربية السعودية مثلا، سوق هذا يحتاج إلى سيارة تكون عملية لآخرة. ممكن صحيح 4 سنين 5 سنين تعيش عندها، لكن بعد فترة خلاص تبدأ تسخن، فهذا أتوقع يعني هم حاطين عمر افتراضي ما أدري. فمشهورة فيه، حتى الألماني نوعا ما يسخن، لكن مثلا مو بزي الأوروبي عامة، مو بزي الأمريكي. السؤال 14 من أخ فواز سبيعي، كم لك خبرة في مجال السيارات وش أفضل سيارة؟ طبعا أنا والله ما عندي خبرة صراحة، أنا حاول أساعد الناس، أنا كخبير ومثقف وعالمي صراحة لا أبدا، أنا إنسان زي زيكم عندي خبرة خفيفة. ممكن يكون في واحد متابعين اللي ما يتكلم ولا شيء يكون أفضل مني خبرة وأحسن مني بألف مرة صراحة. طبعا أنا لي في السيارات أتكلم كبيع ومشترى، وأنا أحب السيارات وأنا صغير، وأنا صغير يعني أذكر وأنا صغير، ما أذكر يوم من الأيام ما حبيت السيارات، وأنا صغير أحب أرسم سيارات، وهذه سيارة فلانية حتى بشهادة جدتي الله يحفظها ويشفيها ويعافيها، تقول أنت صغير كنت تمشي كان عمرك 4 سنين، هذه كذا، هذه جيمس، هذه كابرس، هذا وانيت، هذا مدري إيش، جدتي بشهادتها الله يحفظها ويشفيها، دعولها تعبانة الله يشفيها. طيب هذه يقول كم خبرة في مجال السيارات من زمان وأحب السيارات، وش أفضل سيارة أفرود شفتها؟ صراحة أفضل سيارات الأفرود الFJ كسيارة أفرود صراحة. يعني أنا كشخصيا روح البر استخدم في البر، أنا ما لاحظت عليه أي مشكلة مع بين في بعض الدلوخ يسوقون السيارة هذه وما يعرفون يستخدمها في البر فيغرزون، فتكلمنا عن هذا الموضوع سابقا، فعموما كنسل الموضوع. فالFJ كويس أفرود. السؤال من ها هسي ما الله ما أدري وش اسمك، بس السؤال 15، سؤالي إيش هو رأيك في السيارات الصينية خصوصا هافال H6؟
صراحة الهافلج 6 من السيارات الكثير مرغوبة بالسوق والناس تطلبها وتسأل عنها ما شاء الله تبارك الرحمن. كثير فخم، نعم فخم، جمال، نعم جمال. استخدمت السيارة ونعم ومشيت فيها سرعات عالية، مشيت فيها 180 صراحة، 180-170 أذكر، والله أنه صادني ساهر، صادني ساهر، وهذا الشيء أنا أقول لك صراحة ندمان عليه، لكن الحمد لله ما جتني مخالفة، لكن صادني ساهر. وش السبب؟ مو إهمالا مني، السيارة ما انتبهت أن السرعة عالية من رساوتها. حسب ضمان الشركة أنا أشوفها كويسة، لكن أنا حبيت H9 أكثر من الهافال. صحيح شكله قبيح شوي عن H6، لكن حبيت جودته، متانته، سواقته أكثر. السؤال من بريزن بريك، ترى ماشي في إنجليزي، بريزن بريك، اللي ترجع منك تذكر سعر كل سيارة بالدولار وفي كل تغطية. متابعك من العراق من أول ما فتحت قناة، راقي وفلوقات راقية، الله يسعدك، وتحية مني للعراق، ما شاء الله ترى عددكم كبير في قناتي، ما أنكر هذا الشيء، توصلون صراحة يعني 10% من المتابعين من العراق. فإن شاء الله بإذن الله نحاول قدر المستطاع أن يكون بالوصف السعر بالدولار، لكن يا جماعة الخير إحنا في المملكة ترى ما نستخدم للريال السعودي، حتى في دول الخليج يعني تقريبا عملتنا حول بعض، مثلا في البحرين الدينار البحريني بعشرة ريال، الإمارات الدرهم مقارب للريال وهكذا، والريال الدينار الكويتي مثلا سعره هو الوحيد اللي شوي مختلف، له سعر خاص فيه كذا شاطح. طيب السؤال السادس عشر من شفرليه كابرس، وش أفضل سيارة بحدود 65,000 ريال وتحت؟ 65,000 ريال ممكن تشتري فيها تويوتا كورولا، لكن حاب ترقي نفسك إلى مستوى أعلى شوي ممكن تزود شوي وتاخذ ماليبو أو كيا أوبتيما. هذه 17 من رحموني بلوري بيلورو، ما الله ما ادري ايش الاسماء هذه يا شباب، حطوا اسماء، اكتب اسمك، اكتب دلعك يا اخي، اسير الولهان، اسير الاحزان، حط اي شيء، حط لي اسم صعب شوي. طيب وش رايك في التشارجر، وهل تنصح احد ياخذها مع اني اشوف ان السيارات جميله ما فيها ما فيه داخليه؟ هذا السؤال منقص ابو وديع، لكن عموما والله الكويس التشارجر عملية تحافظ عليها، طبعا القاصة الرجال وما كمل من تحت والله أعلم، أنا ما في داخلية، أنا ما فهمت السؤال، بس عموما خلينا نقرأ السؤال. تشارجر كويسة تحافظ عليها تعيش معك، بس تكون مدلعة شوي، أي صوت تروح الورشة محترمة أو وكالة وتصلح، تدفع بتعيش معك. سؤال زقدوف هذا رجف، لا سؤال بايخ بعد، أنت ليش حط هذا السؤال يعني؟ عموما يقول هل انت متزوج؟ نعم انا متزوج وعندي 3 بنات ولله الحمد. ابن فلتان، يا ابن فلتان ايش رايك في الفرق بين الدبل والدفع الرباعي؟ هل الدفع الرباعي يمشيك في الطرق الوعره مثل الدبل؟ طبعا انظمه الدفع الرباعي في منها 4WD اللي هي الدفع الرباعي الدبل، وفي AWD اللي هي طبعا الدفع الاوتوماتيك، هذا السيارات هذا صراحه حق تماسك في الارض ان السياره تكون على الطرق اللي فيها منحدرات الى اخره، منعطفات ان تكون متماسكه. لكن الدفع الرباعي الحقيقي هو مثلا نتكلم عن اللي في موجود في الفتك والشاص والرينجلر الجيب طبعا، وبرضه في الجي اكس ار، في اللاند كروزر بشكل عام، البرادو الاف جي، الشروكي طبعا، الشروكي جراند شروكي، مو بالشروكي العادي لا، جراند شروكي برضو موجود، يعني في المرسيدس الجي كلاس تلقى دفع رباعي حقيقي، ان السياره دبل بالهيلوكسات، دبل بالرينجر الفورد الاف 150 بالسيارة اليوكن، الدفع الرباعي تلقى دبل حقيقي، دفع خفيف، دبل خفيف، دبل ثقيل، في بعضها فيها دوفلوك، في بعضها فيها زحف وهكذا، فغير يختلف. يعني تشتري جيب عشان تروح فيه تأكد أن فيه وضعية الـ H2 H4 الفور، تأكد عشان تكون حق بر، أما بس حط لك وضعية أوتوماتيك كولوك وخرابيط خفيفة هذا ما يصلح بر، يصلح بر خفيف. ننتقل إلى السؤال طبعا 21 ما شاء الله وصلنا، كيف تشتري دفع ضمان سيارات خارجية وكم يكلف؟ طبعا حسب عدة شركات، معليش المايك، حسب عدة شركات عندنا تقريبا اللي أنا أعرف لهم قصر ضمان وحماية السعودية، يختلف من معرض المعرض اتفاقيات المعارض، لكن سعره من بين 1,000 ريال إلى 2,000 ريال هو الضمان العادي، تقدر تمدد الضمان وتدفع فلوس أكثر بس يعطيك مواصفات أكثر، فهذه شركات اللي أعرفها أنها معتمدة. هذه توتا، إيش تنصح أول سيارة البنت؟ سبحان الله من الاسم باين البنت، إيش تنصح أول سيارة البنت؟ ودي بإس يو في ولا كروس أوفر صغيرة؟ طبعا هو كروس أوفر ترى إس يو في،
لكن بحكم انك بنت لسه في اول مره بالسيارات، فعموما في كثير. انا صراحه انصح دائما البنات خاصه تبدا بالسواقه بالكونه، يعني حد صغيره الحجم وشكلها انيق ومواصفاتها حلوه وسعرها طيب وعمليه، ما يحتاج اتكلم عن محرك الالنترا موجود داخل السياره وسعرها طيب، وبرضو الميزه ان البودي حقه فيه سواد لا قدر انحكت ولا شيء ما يبين. ننتقل 22 علاوي الهلال، وش صار على الفورد رينجر اللي تبدا عليه مشروع تعديل؟ طبعا ما شاء الله انا صراحه خلصته، ركبت الجنوط وكفرات حجريه وركبت صندوق وحطيت لها ونجدته وسويت له كثير اشياء، بس امانه انا مشغول في شيء اهم منه الحين. يسال يقول طيب انت قاعد تنزل حلقات، صراحه موضوع الكابر تعديل كابر سلمان مستلمه اخوي سلمان، فلو ما هو مستلمه صراحه ما نزلته. وننتقل الى السؤال الثالث والثالث والعشرون، شغموم شهران ليه ما تسوي فلوقات؟ تطلع كشتة تلبر وتسوي تجربة عزم سيارتك منها كشتة وناسة مع جو الزين ومنها فلوق. والله هو فكرة حلوة واحتمال إن شاء الله إن الله يسر كانت الأجواء زينة الأسبوع هذا لعيونك بسويه بإذن الله بالفورد رينجر. ننتقل للسؤال 23، وطبعا خلينا نشوف 23 لا 24 شاطح، هذا أكيد سؤال شاطح الله يستر. نوع السيارة اخترتها كمقياس، إن شاء الله تقدر تعطيني مثل عن أي سيارة، كم سعر طلب المازدا جملة من المصنع وليش في فرق بين سعر وكذا؟ الحين هذا السؤال أنا ما فهمته، أنت فاهم السؤال؟ ولا حطيته لي على السريع عشان تبي تخلص؟ نوع السيارة اخترتها كمقياس الشرح، أنا ما أفهم والله نوع السيارة اخترتها، والله ما فهمت شيء. طبعا سعر الجملة هذه ترى من مصنع المصنع من وكل وكل تختلف والشيء، لكن نوع السيارة اخترتها كمقياس الشرح تقدر تعطيني مثال عن أي سيارة؟ او نوع السياره اللي اخترتها، ليش اخترت هذه السياره؟ اخترت مثلا الهوندا اكورد عشان ما ازعلك، بحاول اجاوب على سؤالك لا سبت ما فهمت. اخترت هوندا اكورد، بحثت عن سياره العام 2018 سيدان اربع ابواب تكون عمليه واقتصاديه، ففكرت في الكامري وفكرت في الكامري هايبريد طبعا الهجينه، وفكرت في الاكورد، لكن قررت بعد ما سكت الاكورد تيست درايف قررت على الاكورد وانا مغمض ما يحتاج. والسؤال الأخير من الأخ محمد الجهني، طبعا والله أكثر من 300 سؤال لكن حاولت قدر المستطاع اختصر. محمد الجهني، إيش أكثر خمس سيارات تمسك سعر في المملكة؟ أول شيء عندنا التويوتا كماركات، الهايلوكس، الكامري، لاند كروزر، الشاص، هذه كلها تمسك أسعار، البرادو كل تويوتا، لكن تتكلم عن شركات أنا صراحة أنا أشوف تويوتا، هيونداي، طبعا نوع ما كيا برضو، وفورد وجنرال موتورز، هذه الشركات اللي منتشرة أكثر. نيسان برضو الحمد لله نيسان بدأت تنتعش ولله الحمد مع الوكلاء الجدد، فإن شاء الله نشوف نمو، والحمد لله الحين ما عاد في سيارة ما هي مرغوبة، كل سيارة لها زبون. يعني أنت تشتري سيارة أوروبية ما تتوقع تشتريها، مثلا تروح تشتري سيارة شاطحة تروح تبي تبيعها تنزلها في حراج، إلا بعد يوم يومين ثلاثة يجي واحد سبحان الله، العالم صغر خلاص ما عاد في زي أول، ما عاد سيارة ما هي مرغوبة ما حد يشتريها لازم تعرضها. الحين خلاص مثلا أنا ودي كيف يوصل للعميل، مثلا ودي بسكودا، سكودا ما هي مشهورة لكن ودي أكتب حرج سكودا ولا أقل السكودات الموجودة، فأنت نفس الموال تدخل على مواقع مثلا عندك تطبيق سيارة أو موقع حراج وتستخدم هذه الأشياء. طولت عليكم اخوان الكرام، ان شاء الله تكون عجبتكم حلقه الاسئله، ان شاء الله ما اكون غثيتكم، ان شاء الله جاوبت على كل الاسئله. ان عجبتكم حطوا لي لايك، طبعا جيت اخر شيء صحيح اطلب الطلب لاني انا احب الاخوان دائما يوصلني الى اخر نقطه لانهم هم الحكم. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اخوكم عبد الرحمن الخالدي من قناه دحوم فوركاست.